عزيزي المشاهد، مثل ما قلت لك الأمينة سهرات كثيرة مع الفنانين. الفنان الشاب محمد المصباح في أول ظهور له كان مع أمينة الشراح في سهرة اسمها النافورة. الساحة الغنائية الكويتية غنية بالأصوات الشابة، بين فترة وفترة نسمع صوت شبابي جديد يأخذ مكانه في الساحة، ومن الأصوات الشابة الجديدة صوت الفنان محمد المصباح، واللي يجمعنا مع هذا اللقاء ومعنا أيضا الفنان مرزوق المرزوق. أهلا وسهلا فيكم معنا. أهلا محمد. محمد المشاهد كأول مرة يحب يتعرف عليك، شو تقول له؟ أقول اسمي محمد نوح صالح المصباح، مواليد فيلتشة، السن 24 سنة، موظف في شركة البترول الوطنية. أخت أمينة الشراح طبعا مذيعة الأوائل تعتبرون يعني. أول شيء أنت تظهر لي أول مرة على الشاشة أو قدام الكاميرا تقعد، لابد هذا يكون له رحلة. الأخت أمينة بالعكس أنا يعني أهم كنت حاسب حساب أنه والله شلون راح تحاورني أو شلون راح أجلس معاها، فبالعكس لقيت أن نتيجة خبرتها في المجال هذا يعني أن يعني ساعدتنا على أني أنا أواجه الكاميرا. طبعا لابد شوي في ردة فعل، بس هي اللي قعدت معي وعلمتني شلون مثلا والله أرد على السؤال هذا. طبعا تعرف الرهبة الكاميرا يعني حتى اللي في المجال نفسه هم صح لما يواجهون الكاميرا فيها لها نوع من الرهبة يعني. أمينة طبعا قدمنا معها برامج كثيرة، وأعتقد كان آخر برنامج قدمناه هو النافورة الموسيقية، وأذكر لقوة حضور أمينة إن كنا في هذه السهرة قدمنا أول مرة الفنان محمد المصباح. فطبعا محمد كان متخوف من الكاميرا وشلون يتكلم، فطبعا أمينة لما واجهته وقعدت معاه يعني سحبت الخوف اللي عنده كله واندمج معاها وقام يتحدث. حتى في نهاية اللقاء قال أنا يعني قلت كلام بس ما أدري شلون الكلام اللي قلته، يعني لو الحين تعيدون ترى ما أقوله مرة ثانية. عمرها ما عرضت بشيء أعمله لها، يعني كانت طبعا أمينة بتقتنع في أيش، طبعا لها رأيها هي بك تصفيف شعر كمكياج، بس طبعا هي كانت بتقعد تحت إيدي مطمئنة جدا جدا جدا، لأنه بتعرف أنه أنا ما بقصر بالنسبة لأمينة، يعني بعطيها من قلبي. بس أمينة يمكن بترتاح لي كارتياح، لما شخص بيرتاح لإنسان يعني بتقعد تحت إيدي مطمئنة أمينة، يعني ما بتحاول يوم تفكر هي مثلا شو يعني كيف الشكل اللي بدها تطلع فيه. أمينة كوجه جديد في ذاك الوقت، نعم، كيف استطعت التعامل معها كوجه جديد؟ الحقيقة في البداية كان مش متعبة ولكن جديدة على العمل، فكنا نعطيها الزوايا المطلوبة، والكاميرا عندما تنتقل يمين نوجهها شمال حتى نعطي الوجه الجميل أو البرواز أو الإطار لهذه البنت. وكانت تحمل في بداية شبابها شعر كان جدا جميل، وإحنا كمخرجين كنا نحاول أن نبرز هذا الجمال لإعطاء الشاشة وإضافة للشاشة الوجه الجميل ليتقبل الجمهور في البرنامج اللي كانت تعمله مجلة التلفزيون والمنوعات وعيد بدون إجازة، فكانت تتحمل برامج ما كان في أي مذيع ومذيع حقيقة تحمل هذه البرامج ذاك الوقت. عادة بالأفراح ترددون أغاني أشياء يعني معروفة، ولا حسب ما يطلبون منكم الناس أنتم تكونون دائما مستعدين؟ والله إحنا طبعا يعني في أغاني طبعا يعني معروفة أو لازم ندقها بالعرس، ولكن في بعض المرات يطلبون من عندنا أغاني يعني خاصة مثلا يعني المطربين معروفين، فيعني احنا لازم نتحفظها وندقها لهم. انتشار الفرق، هل في يعني شباب يشوفون مثلا هذيلا طلعوا فرقة يقولون يلا احنا بعد نطلع فرقة، ولا انت شو اللي تسمعونه من الناس بالضبط؟
والله يعني صراحه يعني انتشار الفرق هذه يعني ظهر يعني صارت بالكويت، يعني في فرق كثيره طلعت يعني بالاونه الاخيره، يعني يعني هي ما لها تاثير، بس بنفس الوقت يعني مدام كل واحد له اسلوبه وكل واحد له يعني يعني خاصيته بالعزف وهذا، فيعني في فرق بين كل فرقه وفرقه. كثير من المذيعين الشباب والمذيعات الشابات كانوا يطمعون او يطمحون في انهم يقدمون برامج مع امينه الشراح. خلينا نشوف نجمه اخرى من نجمات التلفزيون دوله شوقي شو تقول؟ هي امينه انا عشرتها حوالي 20 سنه اعتقد، فتره طويله. امينه اخت قبل ما تكون زميله. يكفي ان انا اول ما تعينت في التلفزيون ده كان في سنه 73، كانت امينه طبعا سابقاني بمده. فعلا خدتني كاخت، ابتدت توريني مكان كل شيء، ابتدت تعرفني اشياء، ابتدت يعني ما بخلتش عليا باي شيء، ولا حسيت منها بغيره ولا منافسه ولا الكلام اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي ده اطلاقا. امينه كانت زميله وكانت اخت وحبيبه، والحقيقه ايامها لا تعوض وامينه نفسها لا تعوض. انت قدمتي لقاء الخميس وامينه قدمت لقاء الخميس، هي مثل المبارزه الحبيبه بين خوات ثنتين. شنو اللي تعتقدين امينه اضفته على برنامج الخميس او لقاء الخميس، وشنو اللي انت اضفيتيه على البرنامج؟ وزي ما بقول لك كل انسان وله طريقته وله طبعه، مفيش حد تقدر تقارنه بحد تاني. يعني انا قدمت دولة شوقي، هي قدمت امينه الشراح، فهمتني ازاي؟ صح. فانا عن نفسي انا بحب امينه، يعني انا بحبها في المنوعات جدا، انسانه طبيعيه، انسانه عفويه، انسانه ذكيه. لو ما كانش اللي قدامها صاحي تماما ممكن تاكله. اذكر ان كان برنامج صباح الخير، ذيك الفتره كنت طالب معهد فنون مسرحيه، وكان يعني برنامج صباح الخير كان دوري كل اسبوعين كان يمسكون اسره جديده. اللي حصل ان كنت اقدمه اعتقد اذا ماني غلطان مع رشا مجدي، وكان المذيعين الشباب كلهم مشغولين الصبح، فقال لي حافظ عبد الرزاق ما راح تتغير، انت راح تظل في البرنامج بس راح تتغير المذيعه. ف يعني تفاجات، قالوا راح تمسك معك امينه الشراح. تعرف ساعات مذيعين جدد كنا شباب، فكانوا اذكر المذيعين كانوا يقولون لي دير بالك ترى امينه ما تعطي فرصه للمذيع اللي معاها وتاكل الجو وهذا، لازم انت يكون بعد لك حضور وهذا. بيني وبينك خفت، كنت متخوف من التجربة، خصوصا أن أمينة يعني كمذيعة لها تاريخ قديرة ومتمكنة، في نفس الوقت برنامج مثل صباح الخير برنامج خفيف منوع، ف يعني كنت متخوف شوية، متهيب من التجربة. أول يوم يعني لما من أول لحظات كان في صباح الخير افتتاحية يسمونها افتتاحية البرنامج، الافتتاحية هذه مكتوبة، فأذكر أمينة قالت لي تبي تقرا من الورقه؟ قلت لها مو مشكله، يعني لان اللي موجود بالكافتتاحيه هو موضوع من مواضيع اللي تم المجتمع ذيك الفتره كان يبدا فيها البرنامج. اذكر اني كنت متخوف، يعني لان ما هي بدات تتكلم سكتت تنطرني اقول شيء، ما قلت. تكلمت هي مره ثانيه ودخلت في الموضوع، انا حسيت هني بديت ارتاح شوي شوي. طبعا الخوف مو من ان امينه تاكل الجو او امينه مثلا ما تعطي فرصه للضيف، هذه كلها الصوره انتهت يعني راحت، بس اللي حصل ان الصدمه اللي جاتني ان شلون انسانه يعني بهالبساطه بهالتلقائيه بهالعفويه يعني او بهالتاريخ بعد نفس الوقت تسكت تنطرني اقول شيء وانا ما قلت. لما جاء دوري مره ثانيه في الحوار تكلمت والله وفقنا وتسهلت الامور. انا اقول ان لو ما امينه الشراح، لو ما جرأتها في خوض المجال هذا، ما كنت تجرأت انا بالتالي وكل زميلاتي الشابات ان احنا نخوض هذا المجال.
ما كنت لما أمشي بالشارع أنطر أني أسمع من الناس كلمة ضايقني. كل هذا ما يهمني لأني أنا شفت اللي قبلي. الأستاذة أمينة الشراح كانت محل ثقة وأعطت صورة مشرفة وصورة الكل يتمنى أنه يكون فيها لابنة الكويت اللي تشارك في المجال الإعلامي. أنا عن نفسي وعن باقي زميلاتي من المذيعات الكويتيات الشابات أقول أن الأستاذة أمينة الشراح لو ما هي كما كنا إحنا شاركنا الحين في المجال الإعلامي. أستاذ محمد، في الفترة اللي دخلت فيها أمينة الشراح التلفزيون كنت أنت مراقب عام البرامج والمخرج وفراش وسايق ومكتبي خيمة برا على البحر. في ذاك الوقت تذكر يعني أول برنامج اشتغلته وياها؟ إذا كان نعم نعم. كانت أمينة بالنسبة لنا كاركتر، شخصية لا تستطيع إلا في إطارها في البداية، وهو البرنامج ذات الوجه الكويتي الظريف الأسمر، الابتسامة الطيبة. فكنا نعطيها البرامج الخفيفة وهي التقديم، ثم تطورت إلى ما يطلبه المشاهدون والعلاقة بينها وبين المشاهد. أمينة من النوع اللي هي أصلا تحب الأشياء الخفيفة، الأشياء اللي تتحرك فيها في حدود ضيقة. هذا الاجتهادات أعطاها الارتباط اليومي مع الناس، لأنها كمذيعة ربط، كمذيعة برامج خفيفة، مالها الدور في برامج تظهر مرة بالأسبوع يوميا، فكانت ترغب بالظهور يوميا لتتحمل مسؤولية برامج الربط وما أشبه ذلك كمذيعة. وكانت فعلا يعني كاركتر الكويتي اللي له طابع ظهر على الشاشة، فصارت لها شخصية الكويتية اللي على شاشة التلفزيون تعطيها ملامح كويتية أكثر.